قلب واحد لخدمة الإنسانية، شعار عايشه منذ صغره ورافقه في مسيرة حياته، فصبغها بلون نحار في وصفه هو وحده يحدده، بتلك الابتسامة التي لا تفارق وجهه. إنه الدكتور عماد فؤاد عسيران. ولد في صيدا عام 1935، ترعرع في ربوعها وأكمل دراسته فيها في مدرسة الفرير. غادر إلى ألمانيا حيث درس الطب في جامعة دوسلدورف، وتخرج منها طبيباً متخصصاً في الجراحة العامة عام 1969، ثم عاد إلى مسقط رأسه صيدا ليكمل مسيرة مهنية مشرفة كان قد بدأها والده وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد عسيران، مؤسس مستشفى عسيران عام 1950. منذ عودته بدأ عماد عسيران إلى تطوير ذلك المستشفى مع أخيه الدكتور ماجد، فبنى قسماً جديداً للعمليات الجراحية وطور الأقسام الأخرى، مجهزاً المستشفى بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، وهي تضم اليوم 45 سريراً مع فريق طبي عالي المستوى. وبما أن الطب هو عمل إنساني بالأساس، كان الدكتور عسيران الوالد قد جسد تلك الإنسانية في دار للأيتام منذ العام 1950، وعلى خطى والده أكمل عسيران الابن تلك الرسالة. والميتم الذي كان يضم 15 يتيماً عام 1950 أصبح يضم اليوم أكثر من 200 يتيماً وحالات إنسانية صعبة. فمنذ العام 1990 التفت عماد عسيران إلى تلك الدار التي تستقبل الأطفال الأيتام من عمر 3 حتى 12 سنة، وأسس إلى جانب المبنى القديم مبنىً جديداً مؤلفاً من 4 طوابق يؤمن المأكل والمشرب والمنامة له، ويضم صفوفاً للدراسة يتعلم فيها الأيتام حتى نهاية القسم الابتدائي. لم يكتفي دكتور عسيران بالاهتمام بالناحية المادية فقط لتلك الدار، وإنما سكب من ذاته في كافة تفاصيل حياة أولئك الأيتام، فهو يلاعبهم ويمرح معهم وأب حازم عندما يلزم ذلك، يطببهم ويقوم بفحصهم دوريا ويدقق في أكلهم، فيدخل المطبخ ويشرف بنفسه على جودة ونوعية ما يأكلونه. ودار اليتيم العربي يضم كذلك مدرسة مهنية لتعليم الخياطة، كما يضم مشغلا لتعليم مهنة النجارة. متأهل من الدكتور الصيدلي دونا بدر الدين، رفيقته في جميع أسفاره والداعم الأول له في كافة مشاريعه، وله ولدان فؤاد وحسان. تلك الشخصية المتميزة بعطائها متميزة كذلك برياضة لا يمارسها كثيرون، رياضة الجولف. فالدكتور عسيران يمارس تلك الرياضة منذ أكثر من 30 عاماً، وحائز على بطولات متعددة وجوائز عالمية، فهو يعتبرها متنفساً له. في ذلك الرياض الواسع يهرب من ضغط المدينة ليبسط نظره على اللون الأخضر، لون الحياة والتجدد. والدي كان حاكم كمان، وأنا يعني مشيت على خطاه، وبعدين صرت رئيس نادي بصيدا، ولقيت إنه العمل الاجتماعي كتير كتير جميل. يعني أول شيء عملنا لسرطان الثدي، أول واحد بلبنان بعد ما كان مفكر، ما فكرت لا الدولة فكرت ولا شيء، بعد سنتين لبلشت الدولة فكر بالسرطان الثدي. اشترينا السيارة كبيرة وقمنا صرنا نطلع على القرى كلها سوا. ليونزيا هو حاكم بن حاكم، ليصح القول هذا الشبل من ذاك الأسد. فوالده الدكتور فؤاد عسيران كان حاكما في العام 1967، وكما تشرب منه المهنة كذلك تشرب منه الخدمة،
ليستحق انتخاب الدكتور عماد حاكما للمنطقة 351 للعام 2002-2003. اليوم أمد إليكم يدي لنعمل معا على إعلاء شأن الليونزية في لبنان والأردن. له بصمات بيضاء في المنطقة، ففي عهده تم إطلاق بنك الدم الإلكتروني الفريد من نوعه، وتم تأسيس العيادة النقالة للفحص المبكر لسرطان الثدي، حيث قام الفريق الطبي المتخصص لغاية يومنا هذا بإجراء 12,000 فحص واكتشاف أكثر من 50 حالة سرطان في مراحلها الأولى، حيث ترتفع نسبة الشفاء إلى 95%. كما فتح حساباً مصرفي لمشروع إنشاء مقر ليونزي مستقل، وأودع فيه مبلغاً كبيراً من المال من وفر سنة حاكميته ليكون الخميرة لهذا الحلم. اليوم وبعد عقود مشرقة من الخير والعطاء، لا تزال مشاريع الدكتور عماد عصيران عديدة وأحلامه كبيرة، وهو لا يزال يحلم. فكما اهتم بالأطفال الأيتام لم ينسى الاهتمام بالعجزة، فأسس لهم مبنىً كبيراً وافتتحه في العام 2014 بعد دراسة موقعه المتميز، ليؤمن لهم إضافة إلى المنامة والمأكل الراحة النفسية وسط طبيعة هادئة ومناظر رائعة. وإلى جانب مبنى دار العجزة قام ببناء مبنى آخر يخطط لأن يصبح مدرسة مهنية كبيرة تخرج أكبر عدد من الصناعيين والحرفيين. عماد عصيران، مهما كثر الكلام عنك يبقى قليلا، فقد اتخذت من اسمك مسيرة لحياتك. عماد للخدمة، عماد للإنسانية، عماد للمحبة التي تفوق التصور. ونادي ليونز لبنوس يفخر ويعتز اليوم بتكريمك بجائزته للخدمة الإنسانية للعام 2014، تقديراً لسنوات من الخدمة الصادقة والإنسانية الخالصة. عماد عصيران، أطال الله بعمرك ومنحك الصحة والعزيمة لتحقق جميع أحلامك.